teespress.com أول موقع إخباري إلكتروني بتسنيد جنوب المغرب. اليوم تدشين ديال الملعب ديال القرب نموذجي لتهلا، هذا واحد ملعب ديال القرب اللي الكلفة ديالو المالية 600,000 درهم، بحيث انه لما كيوقع الترشيد ديال هذا كيمكن لنا نوزعو مشاريع اللي كتأدي الدور ديالها، ولكن اللي كلفة جيل متحكم فيها. فهذا هو النموذج اللي غادي ان شاء الله يكون تعرفوا المملكة المغربية في جميع التراب الوطني. حنا كنستافدوا من هذه التجربة ديال هذا الملعب. كنهني الاخوان ديال التفاوت من تهلا على المجهود الجبار اللي قاموا به، والمجلس الاقليمي ديال تيزنيت بالخصوص لانه ساهم في تمويل هذا المشروع. هذا مشروع نموذجي اللي ان شاء الله غادي يفتح الافاق للاطفال ديالنا والشباب باش يمكنهم يمارسوا الرياضه بشكل مجاني، وكنعاود ناكد عليها بشكل مجاني. شكرا.